مساء الخير، اهلا بحضراتكم، لكم التحيه وكل سنه وحضراتكم طيبين. وبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، مصر بتفتتح مشروعات من الساعه 2 الظهر لغايه دلوقتي قبل ما اطلع لحضراتكم على الهواء. العالم كله مشغول بحاجه واحده غالبا، هي مواجهه كورونا، لكن هنا في مصر بتشتغل على كل الجهات وكل الجبهات. هنا في ايادي شغاله، وهنا في معركه للتنميه، وهنا بتواجه كورونا، وهنا بتحارب الارهاب، وهنا بتبني، وهنا بتعمر. يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا هنا بتبني وهنا بتعمر في بلدنا كلها، وفي القلب منها سينا. سينا اغلى واطهر واحب بقعه ارض في قلوب المصريين. خليني بقى كده، طبعا انا مش هلحق النهارده اكيد اقول لحضراتكم او نتكلم عن كل الافتتاحات اللي عملها سيادة الرئيس النهارده، لكن وانا كمان بقول انه لو قعدنا نشتغل يجي شهر على افتتاحات اللي حصلت النهارده برضو مش هنكفي اهميه هذه الافتتاحات. بس خليني اوري حضراتكم في البدايه كده سيادة الرئيس وهو بيدي اشاره بدء خروج مكنه حفر نفق الشهيد احمد حمدي. نستأذن السيد الرئيس في أن يتفضل بإعطاء الإشارة لخروج ماكينة الحفر. مصر بتفرح النهارده، مصر بتفرح وبتحتفل بإنهاء حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2، واللي هيكون شريان تنمية وخير جديد لسينا، سينا الحبيبة، واللي تم تنفيذه في وقت قياسي. نتكلم انه تم تنفيذه في وقت قياسي بسواعد مصرية خالصة، بتتكلم في تقريبا في 5000 مهندس وعامل وفني قدموا بالفعل ملحمة، وصلوا الليل بالنهار علشان ينتهي حفر المشروع المهم ده في أقل من سنتين، وتوقفوا دائما أمام الأرقام أيا كانت ليها علاقة بالفلوس أو الأرقام كعدد سنين. كمان النهاردة تم افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، وكل دي مشروعات قومية تم افتتاحها النهاردة في سينا ضمن حزمة كبيرة جدا من المشروعات، مشروعات الدولة بتنفذها في أرض الفيروز. طب ليه سينا؟ ليه سينا بيتم فيها تنفيذ كل المشروعات دي؟ عشان المصريين عارفين كويس قوي قيمتها. كل حبة تراب في سينا ارتوت بدماء مصرية. طب ليه الدولة تصرف 600 مليار جنيه على مشروعات في سينا؟ عشان هي المستقبل. سينا هي اللي جاية، هي مستقبل التنمية اللي جاية في مصر. والله إني بقول لحضراتكم أو اللي هقوله لحضراتكم ده من وأنا بتابع من الساعة 2 النهارده، وانا بتابع افتتاحات سياده الرئيس،
من الساعة 2 لكمية المشروعات غير العادية في وقت قياسي، والمجهود اللي الدولة المصرية وقواتنا المسلحة المصرية عاملاه، افتكرت، وده كان غصب عني يعني، ما كانش حاجة لطيفة ان انا افتكرها، بس كان مهم ان ده يحصل. افتكرت الافكار المسمومة اللي اتطرحت من كام يوم في جريدة المصر اليوم، وانا حفاظا والتزاما مني بتعليمات وبيان المجلس الاعلى للاعلام مش هقول اسماء، لكن اكيد حضراتكم عرفتوا انا اقصد مين، سواء بالاسم المستعار او باسم صاحب المقال الحقيقي المسموم. شفتوا الفرق؟ وحضراتكم بتتابعوا النهارده الافتتاحات، شفتوا الفرق ما بين الافتتاحات العظيمه اللي حصلت في سينا النهارده والفرق بين افكار سموم مقال اتكتبت في مصري اليوم. وانا كمان بشتغل، قلت هو يعني يا ترى الناس دي بتتفرج على الافتتاحات النهارده؟ يعني يا ترى القائمين او الناس اللي كتبت هذه الاعمده المسمومه في المصري اليوم، هل هم متابعين النهارده؟ هل اتفرجوا وشافوا الافتتاحات اللي حصلت وبتحصل ولسه هتحصل في سينا؟ يعني ولو هم شافوا احساسهم ايه؟ احساسهم ايه وهم بيشوفوا، او احساسه ايه وهو بيشوفوا بيتابع المشروعات العظيمه اللي اتعملت في سينا؟ تعمير سينا والامن القومي المصري لا يقدر بمال. بالمناسبه في رجال مال ورجال اعمال كل هدفهم في الحياه ان هو يكسب باي طريقه وباي شكل، حتى لو على حساب الوطن. الحمد لله يا رب انه الشويه دول في مصر قليلين جدا حقيقه. الغالبيه والعدد الاكبر والعدد الاعظم من رجال المال والاعمال المصريين وطنيين، الحمد لله. دول بيعرفوا ازاي يساعدوا بلدهم وقت الشده. النهارده الرئيس السيسي مهم قوي، نفسي ازيع لحضراتكم حاجات كتيره واجزاء كتيره من اللي اتذاعت، لكن عشان ضيق الوقت هحاول بقدر الامكان يعني ايه اختصر في بعض الكلام. خليني طيب واحنا بنتكلم، وقلت لحضراتكم